وهلا قاعدين لك بالشارع، لا بيت ولا شيء. من اسبوع لحد لليوم ما لقينا اي بيت خالص. طلعنا من تحت القصف وجينا لهون قعدنا. إيه ما فينا نروح لا نستأجر ولا معنا مصاري، والله العظيم وحالي تركنا أغراضها كلياتنا بالضيعة، وأخذ الجيش كلياتها نتيجة القصف، كلياته قصف ودمار. وهاي حالتنا نحن موجودين، يعني مثل كثير كمان من هالبشري هاد. صلي 8 سنين نازح، أول شي نازحت على كفر حمراء، بعدين على حالتين، بعدين على عفرين، ورجعت على أدلب، وهلا نازح على عفرين على المجهول. يعني لا في بيت ولا في مأوى ولا في شيء. نزحنا من سنتين على بنش، وهلا طلعنا من بنش باتجاه الشمال. والله انا نازح من بلدة التمانعة، نزحت على معود بليد، وطلعت معود بليد باتجاه ادليب، على الدانة معود مصريين، المناطق كلياتها. ونزحنا لهون شوفت عينك، يعني وين بدنا نروح لنا الله. اجارات بيوت على العظم، بدون 100 دولار وجاهز 200 دولار ل 300 دولار، ونحن ما معنا ندفع الكمية الأجار الموجودة. يعني المعيشة صعبة كثير، وما نعمل لاقي حدا يعني لا يأجرنا بيت ولا شيء لا شيء يعني. وحاليا أنا صار لي أسبوع محافظة إدلب عم بدور على بيت وما عم بلاقي، هاي قاعد بالسيارة. والله يا حجي أجار عم يطلبوا أجور كثير، يعني أجار غالي فوق ما بتصور، 150 و200 دولار يعني فوق ما بتصور، يعني ارقام خياليه. مثلا بسرمده ودانا 200 و300 دولار، والبيت يعني بصعوبه ليلتقى يعني. والعالم بهالوقت الصعب منين لتجيب ما بعرف، يعني منين لتلقى يعني، من هالوضع الصعب ولا من المعيشه ولا اجار البيت، من وين لتجيب ما تعرف. البيت 150 دولار و200 دولار وما معنى اجار البيت 200 دولار و150 دولار بمناطق الشمال، واللي ما معه يدفع ايش بده يسوي؟ طيب صاحبين البيوت عم بنظروا الشخص انه بس دولار ماشي، بدهم مصاري منه بس، ما لانه بني ادم نازح ولا لاجئ ولا متهجر ولا في شيء طاير، ما في بقلبهم جنس الرحمه. الشمال بالشمال عم يستحكموك استحكام، بدهم اجور غالي، ونحن ما معنا ندفع. اضطرينا هون هلا، والله عم ننام بالسياره ليك تحت القصف هون في ادلب، وغراضنا زيتينا برا، وحالي على الله احسن شيء. يعني طلعنا بصعوبة يعني، ورايحين على المجهول، لا في بيت ولا في، الله أعلم، جزء نلاقي بيت جزء نلاقي، الله أعلم. هاي البشر وهاي أغراض، وكلتنا أغراضنا موجودة، وطلع على هالوضع، هذا وضع مأساوي جدا جدا، وبرد ومطر ولا صوابة ولا دفع ولا شيء أبدا. هاي حال كل البشر يعني، وغراضنا زيتينا برا، وحالي على الله أحسن شيء.